يونيو في استاد القاهرة، ونابي كيتا طبعا لاعب ليفربول موجود في القايمة وهيلعب ضد محمد صلاح بقى زميله في فريق ليفربول، وطبعا محمد صلاح ان شاء الله يكون موجود مع منتخب مصر بإذن الله. يورجن كلوب مدرب ليفربول متشائم شوية وبيقول انتوا عارفين الماتش الجاي مانشستر اعتقد امام ساوثهامبتون او وولفرهامبتون، فليفربول ياخد الدوري، بس طبعا كل ده متعلق او مرتبط ان استون فيلا لازم يعمل نتيجة ايجابية مع مانشستر سيتي. يورجن كلوب بيقول انا يعني اتوقع فوز مانشستر سيتي، لا اتوقع حاجة غير فوز مانشستر سيتي. هو طبعا بيحاول يلعب على اعصاب مانشستر سيتي ويضغط كمان على استون فيلا عشان يعملوا نتيجة ايجابية امام المانشستر سيتي، مباراة دوري اخر جولة، يعني شوف الدوري الانجليزي نتيجته معلقة لغاية اخر جولة في الدوري الانجليزي. مانشستر سيتي هيلاعب استون فيلا، مانشستر سيتي متقدم بفارق نقطة عن ليفربول، لو مانشستر سيتي كسب استون فيلا خلاص مانشستر سيتي هو بطل الدوري. لو مانشستر سيتي تعثر امام استون فيلا سواء تعادل او خسارة وليفربول كسب وولفرهامبتون، ليفربول ياخد الدوري. ستيفن جيرارد في المؤتمر الصحفي بيقول لا علاقة لي بالصراع على لقب الدوري بين ليفربول ومانشستر سيتي، انا هلعب بكل قوة عشان فرقتي اللي هو استون فيلا. طبعا الكلام ده يزعل جمهور ليفربول، ان ستيفن جيرارد ده احد رموز ونجوم ليفربول على مر التاريخ. يعني هنشوف ايه اللي هيحصل يوم الحد الجاي في الدوري الانجليزي. اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج قرر اعتزال اللعب الدولي، مش عارف ليه، هو دلوقتي طبعا في برشلونه وعلى فكره متالق مع برشلونه، وبيقول أوباميانج عمل بيان كده للاتحاد الجابوني وقال ان قعدت 13 سنه بمثل بلادي وانا دلوقتي بعلن انتهاء مسيرتي الدوليه واشكر شعب الجابون وكل من ساندني في الاوقات الجيده مثل الاوقات العصيبه، ساحتفظ بالكثير من الذكريات الجيده مثل اليوم اللي شاركت فيه لاول مره واليوم الذي عدت فيه من نيجيريا مع الكره الذهبيه الافريقيه. طبعا هو متالق بيير أوباميانج، بيير إيمريك أوباميانج مع برشلونه، مشي من الارسنال وكلنا توقعنا قلنا يعني برشلونه هياخد أوباميانج يعمل بيه ايه، لكن أوباميانج مكسر الدنيا مع برشلونه الفتره الاخيره، لكن أوباميانج بياخد قرار بالاعتزال الدولي. رئيس السنغال ولاعيبه المنتخب السنغالي بيدعموا ادريسا جايه في ازمته ضد المثليه الجنسيه. ايه القصه بقى دي؟ كان في اخر جوله في الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، هو فرئيس السنغال بيدعمه، وفي على فكره نجوم كبيره في كره القدم بتدعمه، ولاعيبه المنتخب السنغالي كمان بيدعموا ادريسا جايه لاعب المنتخب السنغالي اللي رفضوا المشاركه في مباراه بتدعم المثليه الجنسيه. رئيس بايرن ميونخ بيقول مش هنبيع ليفاندوفسكي، رغم ان ليفاندوفسكي عايز يمشي من بايرن ميونخ و اللي انا سامعه ان هو جاي له برشلونه، لكن رئيس بايرن ميونخ بيقول مش هنبيع ليفاندوفسكي، ان ليفاندوفسكي مهاجم خطير ومن اهم المهاجمين اللي جم في تاريخ بايرن ميونخ، وعقده هينتهي في 2023 شهر يونيو، شهر 6 2023. مارسيلو اللاعب البرازيلي بيوافق على تقليل راتبه للبقاء في ريال مدريد. مارسيلو طبعا كبر في السن وموجود مع ريال مدريد وعايزين يقللوا مرتبه عشان يبقى في ريال مدريد، وهو وافق على تقليل مرتبه في ريال مدريد. طيب خلينا نطلع فاصل.